واحد الساعه ما كانش على ما كانش على مدوش حتى لافارسيلير باش يديروا مونغولي، رغم انه راه دخل واحد اخر وهو مشكل لابيداريرا الجروبي كما قال بانه الاب بالنسبه للسكنة الريفية المجمعة جاء تعليم وزارية مؤخرا باللي يجب توقيف كل الأشغال لأنه في الشمال راه ممنوع السكن الريفية المجمعة لأنه أساسا النكلات عدد كبير من الأراضي الفلاحية وخاصة في الولاية تاعنا اللي راه عندنا الآن بروبليم دانفونتاسيون دو بروغرام راه تكلمتوا عليهم وكذلك راه كاين مشكل العقود الملكيه كما راه تكلم عليها السي بابوش باش ندخل في هذا الموضوع هو مشكل العقود الملكيه في الاراضي الفلاحيه ناكد باللي على مستوى الولايه عندنا عدد هام عندنا 143 لوتيزمون حوالي للتعريف قطعه ارضيه اللي كانت داخله في القطاع في اراضي فلاحيه اللي ما تقدرش ناخذ منهم الانصاف هذا التعليم الوزاريه المشتركه تاع السيكسيون نيميرو 2 سمعت انه ما نروحوش للسيم نديروا